مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب نشاط خلايا رعدية نحو المناطق الغربية، وعليه ستكون مرفوقة بزخات من الأمطار خاصة خلال أواخر النهار، قد تكون غزيرة محليا. هذه الأمطار الرعدية ستنتقل خلال أواخر النهار أيضا نحو سواحل الوسطى، لكنها ستكون أقل حدة مقارنة بالمناطق الغربية. السواحل الشرقية ستبقى تشهد أجواء مغشاة ورعدية، أمطار رعدية أيضا مرتقبة نحو الهضاب الوسطى، ثم تنتقل خلال الليل نحو منطقة الأورز جنوبا، أجواء مغشاة على كافة شمال الصحراء والجنوب الغربي، تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة نحو منطقة ثورة، بينما صفاء تام على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم بإذن الله، ستقارب 26 درجة فقط بمدينة وهران، 30 درجة بالعاصمة، 31 درجة بتيزي وزو وعنبة، ترتفع إلى غاية 36 درجة بقسنطينة بخنشلة، 38 درجة بباتنا جنوبا، 38 درجة أيضا بورقلة بحاسم سعود، 35 درجة ببشار نفس المقياس بجانب، 38 درجة بتندوف وابن عباس، وتفوق 40 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب، تقارب محليا 45 درجة تحت الظل. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم بإذن الله، ستكون البرودة نوعا ما محسوسة بالمناطق الغربية، مقاييس ما بين 17 إلى 19 درجة فقط، في حدود 20 درجة بالعاصمة، 22 درجة بسكيكدا وعنبة جنوبا، 24 درجة بغردية، لن تتعدى 18 فقط بتمن راس، 23 درجة بإليزي، وترتفع إلى 28 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. أما فيما يخص حالة البحر لنهار اليوم، سيكون جميل إلى قليل الاضطراب، الرياح تكون ضعيفة على العموم ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية. عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها، سيكون في حدود الساعة 6 مساء و50 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.